السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك؟ عملنا قبل كده فيديو صغير جدا لمرحلة ما بعد الحروف، وقلنا انه يبدأ يدمج الأصوات، ولقيت تفاعل كبير جدا انا ما كنتش متخيله على الفيديو ده وعلى المرحلة دي بالذات. علشان كده جبنا الشنطة دي. الشنطة دي انا طلبتها من امازون، فتعالوا نشوف الشنطة السحرية دي هتعمل ايه وايه اللي موجود جواها، وازاي الشنطة دي هتقدر ان شاء الله ان هي تعلم طفلك انه يدمج الأصوات مع بعض. طيب، فتحنا الشنطة وطلعنا منها أول كارد. أول كارد مكتوب عليه زي ما انت شايف كده the letter A، وحرف A بيدي sound A A A A. فلما أجي أقرأ الكلمة دي هقول axe 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 اللي هو الفاس، ولما أجي أقرأ الكلمة دي هقول ant 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 اللي هي النملة، ولما أجي أقرأ الكلمة دي هقول k a كات 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 اللي هي القطة. يبقى أنا حرف الـ A بقوله آ، تحس إن في عين كده في الموضوع، آ آ آ. علشان كده التور ده اسمه، تعالى نقراه مع بعض، حرف الـ Y بيدي ساوند ي، وحرف الـ A آ، وحرف الـ K ك، تبقى ياك ياك ياك. أوكي، نقراها ياك. اتفقنا إن حرف الـ A آ. فنيجي بعد كده بقى لأول عيلة، آب آب أب أب، ونبدأ نعمل سي في سي أو consonant vowel consonant. نجيب حرف ساكن أو صوت ساكن قبل أب، هنجيب ل أب لاب لاب لاب، ج أب جاب جاب جاب، ك أب كراب ك أب كراب، غ أب غراب غ أب غراب. ودلوقتي نعرف نقرأ الكلمة دي، ك أب كاب كاب كاب. حاجة كمان هنعملها الـ A T، الـ A أ والـ T ت، أت أت، ونبدأ نقول ه أت هات هات، ونقول ب أت بات بات، ر أت رات رات، م أت مات مات. ونقدر بكل سهولة نقرأ الكلمة دي ك أت كات كات. وهنا هنقول أم أم أم، فنقرأ الساوند هنا د أم دام دام، ر أم رام رام، ي أم يام، إجزام إجزام إجزام. وهنا ج ام جام جام. طيب الـ A والـ N تبقى ان ان ان، ف ان فان، م ان مان، ك ان كان، ر ان ران. وبكل سهولة هنقول ف ان الطاسة فان. الـ A G اج و ت اج تاج، ر اج راج، در اج دراج. والشنطة هنقولها ب اج باج. عندنا كمان ال A دي، ال A آ والدي د اد، م اد ماد، ت اد تاد، س اد ساد. ونقدر نقرأ الكلمة دي د اد داد. A P أب 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 ب ب ب ب sound، ما تنساش نطلع الهواء، ب م أب ماب، ن أب ناب، ت أب تاب. ولو قلت لك اقرأ الكلمة دي هتقول ك أب كاب. كانت حاجة خفيفة جدا. لو أنا عندي سي في سي وعندي الفاول A هنطقه A، ونتعلم إزاي نقرأ حرف A A.
وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. Thank you for watching. شكرا للمشاهدة، ما تنساش اللايك الجميلة منك، عايزين نوصل الفيديو ده لعدد كبير جدا من الناس علشان نكمل في السلسلة دي. Thank you. سلام.